صباح الخير، ازيكم؟ عايزة النهاردة اتناقش معاكم في موضوع: هل من حق الراجل انه يقول لمراته اقعدي في البيت وبطلي شغل حتى لو هي مش مقصرة في بيتها وولادها، واخدة بالها منهم كويس قوي، واخدة بالها من جوزها، لمجرد ان دخله بقى عالي ويكفي البيت ومصاريف البيت، وبالتالي مش من حق مراته انها تحقق لنفسها في الحياة كارير وهدف؟ هل من حقه انه يطلب منها كده؟ هل انتم موافقين على كده؟ ولا لما بيجي يتقدم مثلا لعروسة يشترط عليها انها مش هتشتغل، وانه مش موافق انها هتشتغل حتى لو دخله مش هيكفيهم؟ يا ترى ده حقه؟ يا ترى مش من حق الزوجة انه يكون لها حياة ودخل خاص بيها، وتبقى معتمدة تماما على جوزها في كل حاجة، حتى لو بعد شوية بطل يديها او ما عادش قادر يديها اللي يكفيهم، وبرضو يشترط انها تقعد في البيت، وبرضو يشترط ان يبقى كل هدفها في الحياة هو وولاده وبس، كل احلامها تبقى محصورة في هو وولاده وبس. طب الولاد يا ترى هيبقوا سعداء ومامتهم مش سعيدة؟ هي طبعا هتبقى مهتمية اكتر، هتبقى متفرغة اكتر، بس هتبقى سعيدة؟ ما هي ممكن تبقى متفرغة وقاعدة في البيت وكل هدفها أكلهم وشربهم، لكن مش سعيدة، وبرضو ده منعكس على الولاد وعلى جوزها، مش هيبقوا سعداء، هتبقى عصبية طول الوقت، مش حاسة إن لها قيمة في الحياة إلا إذا كان ده باختيارها هي. ولا إيه رأيكم؟ اكتبوا لي رأيكم.